السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في، صباح الخير عليكم مجددا، عيد مبارك سعيد، نقول عليكم صحة وسلامة إن شاء الله وجميع المتمنيات يا رب. أجواء روحانية، أجواء روحانية، توافد العديد من مئات من المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك السعيد بمصلى حي قطع الشيخ. هذا المصلى ديال حي قطع الشيخ التي تقام فيها صلاة العيد، اللي تقام فيها يعني صلاة العيد. يعني كنحاول نقل لكم هاد الأجواء ديال أداء صلاة العيد من مصلى حي قطع الشيخ، من مصلى حي قطع الشيخ. واحد الأجواء روحانية، أجواء روحانية، يعني المصلون يتوافدون على المصلى لأداء صلاة العيد بحي قطع الشيخ بسطاس، بحي قطع الشيخ بسطاس. كنحاول نقول لكم هذه الأجواء على المباشر، يعني على المباشر حضور يعني جميع العناصر الأمنية والقوات المساعدة، الناس ديال الوقاية المدنية، أجواء متابعينا مشاهدينا الأوفياء للقناة على المباشر. هذه هي الأجواء ديال أداء صلاة العيد، أداء صلاة العيد بمسجد بمصلى عفوا حي قطع الشيخ. توافد مئات من المواطنين، من المواطنين الذين يحجون بكثرة لمصلى حي قطع الشيخ لأداء صلاة العيد، لأداء صلاة العيد. تقبل الله صلاتكم، وعيد مبارك سعيد، وعيد مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحة والعافية وبطول العمر، وعيد مبارك سعيد لرمز البلاد جلالة الملك محمد السادس، دام له النصر والتمكين. متمنياتنا بتحقيق جميع الأعمال وموفور الصحة والعافية. كيف تشوفوا يعني على المباشر، هذه الأجواء من قلب مصلى حي قطع الشيخ. حي قطع الشيخ يعني توافد مئات المصلون اللي كيأدوا يعني صلاة العيد، واحد الأجواء روحانية، واحد الأجواء روحانية بمصلى حي قطع الشيخ، بمصلى حي قطع الشيخ. هذا المصلى اللي غادي تعرف إقامة هذه الصلاة ديال العيد، إقامة صلاة العيد. تقبل الله صلاتكم وعيد مبارك سعيد، تقبل الله صلاتكم وعيد مبارك سعيد. توافد مئات الاف من المواطنين، اطفال شيب شباب شيوخ لاداء هذه الصلاه ديال العيد. نحاول نقل لكم هذه الاجواء من قلب ديال المصلى حي قطع الشيخ. الأجواء المباشرة متابعينا مشاهدينا الأوفياء في القناة.
وخذ مئات من المصلين لأداء صلاة العيد. تقبل الله صلاتكم وعيد مبارك سعيد. هذا الأثناء ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا متابعينا ومشاهدينا في قناة شوف تي في الأجواء الروحانية هذه الأجواء المتابعين المشاهدين الأوفياء للقناة عن المباشر من قلب مصلى حي قطع الشيخ يعني توافد العديد من المصلون لأداء صلاة العيد بحضور سيد عامل إقليم ستات ومختلف المصالح الأمنية والعسكرية